حصان طيبين وزيته عاملين ايه. استاذ طارق قابلته في المعادي وانا ماشي وكان شعره فيه شويه تاتشات كده، فعرضت عليه ان انا اعملها له في الشارع بسرعه يعني واحنا واقفين، فممكن هو يقول رايه. بص بصراحه مش مصدق كلامه لما دخلت عليه بقول له، بيقول لي تعالى هعمل لك شعرك. شعري انا ما اعرفوش وبتاع، راح قال لي اه بص ومالكش دعوه. قعد اقل من دقيقتين كان لممني كل الهايش دوت، مش مصدق بصراحه. شابوه لي بجد، شابوه لي. اللي يشوفني في الشارع يا جماعه وعايز يعمل شعره يوقفني ما يكسبش، ولو في حاجه اقدر اعملها واحنا واقفين هعملها لكم. كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، وتشرفت بمعرفه استاذ طارق. حبيبي والله شرف ليا.